علقت وزارة الصحة والبيئة العراقية على استمرار انخفاض الإصابات بفيروس كورونا، حيث أكدت أن هذا الانخفاض لن يقود إلى تخفيف الإجراءات الوقائية لمواجهة الوباء. وقالت عضو الفريق الإعلامي الطبي الساند للوزارة ربا فلاح حسن أن انخفاض عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية لن يقودنا إلى تخفيف الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة الوباء، خصوصا كوننا لا نعتمد على الموقف الوبائي ليوم أو ليومين أو حتى لأسبوع، بل نحتاج إلى فترة طويلة لغرض تقييم الوضع. وشددت على التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والإقبال على أخذ اللقاح حتى يكون هنالك انخفاض مستمر في أعداد الإصابات.